يستمر المنخفض الجوي سوزي عاصفا ومصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج، وتوقعت النشرة الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم ماطرا وعاصفا صباحا مع ارتفاع موج البحر إلى حدود 5 أمتار خصوصا في الجنوب، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج لتلامس 800 متر ليلا على أن تخف حدة العاصفة مساء، وحذرت من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية ليلا وساعات الصباح الأولى ليوم غد. ولمعرفة المزيد عن أحوال الطقس معنا الأستاذ عبد الرحمن زواوي من مصلحة الأرصاد الجوية لإطلاعنا على حال الطقس أكثر اليوم. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا فيكم، يعطيكم العافيه. اهلا. بدنا نسالك عن اجواء الطقس اليوم والى متى ستستمر هذه العاصفه سوزي، وعن ايضا حال الطرقات. ايضا مثل ما تفضلت وقلت نحن مرقنا بالمرحله الاقصى من ناحيه الهواء، وصلت سرعه الهواء ل 80 كم بالساعه بطرابلس، وهلا حاليا درجه الحراره ببيصور، هلا درجتين الحراره ببيصور بين الزحله 3 الارز ناقص 5، يعني الثلوج عم تتساقط، هلا بلشت تتساقط على ارتفاعات منخفضه اكثر، وهيدا نتيجه انخفاض السريع بدرجه الحراره. الانخفاض حيستمر درجه الحراره وبيؤدي لتساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضه اكثر، بس مع الوقت الهواء بيتحول لشمالي غربي الى شمالي، مما يؤدي الى انخفاض كميه الرطوبه، وبتنحسر مبدئيا بالليل الموجه او بتضعف الموجه بالليل، بيبقى عندنا تساقط الامطار والثلوج متفرقه. وايمتى بترجع بتعاود العاصفه؟ يمكن نهار الجمعة في عنا عودة للأمطار، يعني في ارتفاع درجة الحرارة شوي نهار الجمعة، يعني بس تتساقط الثلوج نهار الجمعة تتساقط على ارتفاع 1200 متر وما فوق، بس بعد في كمية أمطار نهار الجمعة لتنحسر نهائيا صباح السبت. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالنسبة لتسمية العاصفة هل أطلقتوا عليها اسم سوزي؟ لأنه في يمكن حديث آخر عن أنه تسميتها نوال. هلا اول شيء تسميه العواصف نحن انطلعنا فيها من ناحيه التنظيميه، يعني بهدف الارشيفاج، نحن بس نسمي العواصف مع الخرائط اللي عندنا اياها بنرجع بسهوله لنقارن بين العواصف لحتى كمان يساعد هذا بتحسين التقديرات. في عندنا ليست اسامي بالعواصف بار اولد الفابيتيك بالقلب، يعني بلشنا اول شيء بزينه بعدين يوهان بعدين ويندي وصلنا لهلا لحرف الاس، لقينا اسم سوزي اكثر شيء مناسب لهالعاصفه. هلا بالنسبه للاسم الثاني اللي حكيتي عنه حضرتك، مش نحن اطلقناه وهلا حاليا نحن مش بنوال، يعني اصلا نحن هلا ما وصلنا بعد لعيد الميلاد المجيد الاسبوع الجاي واللي بعده المسؤول عن تسميه العاصفه، لانه كمان في عاصفه ثانيه. ايه لا الاسبوع الجاي ما في عاصفه ثانيه صراحه، يعني هيدا نهايه هذا الاسبوع، يعني هي العاصفه سوزي ما في غيرها، بتنتهي هالاسبوع وخلص ما تجمع عنا شيء، يعني العاصفه الجميله اللي حكى عنها اللي سمى العاصفه نوال مش موجوده اصلا، يعني جمعة الجاي ما في عنا شيء. وبالنسبه لدرجات الحراره، درجات الحرارة اليوم القادم رح تخف او رح تضل في سقعة؟ لا في عنا انخفاض بالحرارة اكيد بعد انتهاء الموجة او العاصفة السوزي، في عنا انخفاض بالحرارة الاحد والثنين، لانه في عنا كتلة هوائية شمالية بس ناشفة بتسيطر نهار الثنين، في عودة لارتفاع الحرارة ابتداء من الثلاثة. نعم استاذ عبد الرحمن زواوي، نحن بنتشكرك على هذه المشاركة معنا وعلى هذه المعلومات ايضا عن حال